السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. قطع الفيديو السابق اللي هو سورة الحشر حتى آية 12، نكمل إن شاء الله في هذا الفيديو سورة الحشر. نقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان الله، سورة الحشر فيها شوية من مش الصعوبة، شديدة في كلماتها في معانيها، فبدها شوية تركيز. الله يرضى عليكم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لا إله إلا الله، سبحان الله. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما
قدمت لي غد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون نسأل الله من فضله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير بس نعطي بعض التعليمات الخفيفة اللطيفة إن شاء الله تنتبهوا لها تتابع الحركات وتنتبهوا في كلمة الأرم واضحة هذه كتير أجت وتعلمناها الأرم الهمزة واللام مرققين الراء والضاد مفخمين طيب ما ظننتم وظنوا تمام حصونهم طيب هنا فأتاهم ما تقولوش فأتاهم لأنه في كلمات بتيجي فأتاهم في فأتاهم فتنتبهوا وقذف تتابع حركات كتير فيها هنا أعتقد فيها
تتابع حركات تنتبهون. الرعب الرعب، تمام. ساكنة العين والباء سكنت، فصار عندي ساكنين في كلمة واحدة، فتنتبهوا لها. الأب الأبصار، الأب لا مش أب، الأب ب ب مرققة مرققة الباء، انتبهوا. طيب نيجي لهاي الصفحة. شاق، عملت لكم ست حركات، يعني هاي ست حركات ضروري مع النبر على القاف عشان أوضح القاف الأولى الساكنة. ومن يشاق، نفس الشيء. طيب العقاب سهلة، قائمة على أصولها، أصو الصاد بس مفخم. وليخزي الفاسقين، هذه فيها كتير ساكن، وكيف أنا أضبط الساكن؟ بتثبيت الساكن ما عدا المقلقل. فهنا كتير بيجيكي ساكن ساكن ساكن، ثبتي الساكن وأعطيه زمنه، أمورك بتصير مية مية. وما أفاء الله على رسوله منهم، رسوله منهم، هنا شايفين هذه الياء قبلها ها، هذا إذا هي إيش؟ ياء صلة صغرى، مد صلة صغرى. طيب مرات بتيجي هاي مع كلمات بس من غير ما بيكونش قبل مسبوقة بالها، فهذه بتكون حرف ياء مدي عادي وليس مد صلة صغرى، بس مكتوب بالشكل هذا في أماكن تانية فتنتبهوا لها. من خا، من خيل، خيل ولا ركاب. طيب هنا يسا، يسلي، يسلط، انتبه، يسلط، يسلط رسله، فهنا السين ما تطلعش معك صاد، الله يخليك. طيب طيب وابن السبيل، كله سهلة. الأغنياء إيمي، في كسرة في كسرة، فتنتبهوا هنا كسرة وهنا كسرة، فتنتبهي تحققي كسرة الهمزة وكسرة الميم. فخو، فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سهلة. الله يقدرنا بس إن ناخذ بما أمرنا الله ورسوله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فضلا من الله، يبتغون فضلا، ورض، ورض، وانا اعطي زمن الضاد وسكنيها وثبتيها مع رخاوة الضاد ما تنسوش. وينصو، النون مع الصاد تفخيم لأنها إخفاء، فغنة التفخيم هنا غنة مفخمة قصدي، والصاد مفخم والراء مفخم. وينصرو، انتبه، هم الصاد، اتكاء على طرف لسانك بقوة بشدة لأنها شديدة عشان تطلع دال وليست ضاد. الصاد يحبون من هاجر الله، صدو، دو طرف لسانك، دو مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيش؟ خا، خصا، صه، تمام. يعني سهلة بس في أشياء لازم ننتبه معها هنا بالذات. ورائي جو، ضمي على طول بالجو، ورائي جو، جيو، جو، في ممكن تطلع معاك الجيم بدايتها بكسرة، لا، ورائي جو، جو دور، تمام. طيب طيب خالدين هنا وليس خالدين، انتبهوا ممكن نغلط فيها.
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. سهلة. أنا أصحاب الهمزة رقيقة والحاء رقيقة، بتضل بس الصاد هي المفخمة. أصحاب النار وأصحاب الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. نضربها، نضربها للناس. سهلة. المهم الضاد جيبي لي إياها صح وبس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ربي هب لي حكما وعلما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلى اللقاء.